نحن الآن نسمع ونطيع ما لم يؤمر بمعصية. هل أمروك الآن بمعصية؟ حتى الآن في الصلاة في التباعد فتوى عندنا هيئة كبار العلماء أن الحكومة إذا قالت لك تصلي بالتباعد تصلي بالتباعد. نعم. أنت تطيع السلطان ما لم يأمر بمعصية. الكمامة والتباعد هذا يحقق مصلحة وعندنا فتوى لكبار العلماء. نعم. فأنا الآن ماذا أصنع؟ لا أفتي على ما أحب. رجعنا إلى كبار العلماء قال تسمع الآن للسلطان وتطيع. نعم.